كيف سحبت بريطانيا سحبت ياسر حبيب أخرجته من السجن بضغط من بريطانيا لتأتي به إلى بريطانيا وتؤسس له هذه العمل بضغط من ملكة بريطانيا. وكمعلومة بسيطة، ملكة بريطانيا اتصلت بعد أن سجن هو بسبب مقالة أم المتسكعين عائشة، والمقالة معروفة في مجلة منبر، حكم 10 سنوات، لم يمضي شهران واتصلت ملكة بريطانيا قالت له هذا لابد أن تخرجه من السجن. قال لا أخرجه، لأنه العفو يحتاج إلى أن يكون قد أمضى في السجن 6 أشهر. قالت له لابد أن تخرجه من السجن. اضطر أمين الكويت بذاك الوقت أن يعفو عن 30 شخص حتى يمرر هذه الصفقة. ما أدري سمعتم آخر الأكاذيب التي روجت ضدنا في هذه الأيام؟ البارحة يعني أرسلوا لي المقطع، واحد معمم من هالمعمم الخايسين وما أكثرهم، هذا طلع شنو يقول؟ يقول أنه فلان اللي هو محدثكم هذا، شوف يعني السيناريو اللطيف، يقول هذا ملكة بريطانيا، مو بعد رئيس الوزراء، الملكة ملكة بريطانيا اتصلت على أمير الكويت من كان هو بالسجن وقالت له لازم تطلعه. قال لها ما يصير، هذا محكوم 10 سنوات، أقلا خلي يبقى 6 أشهر، وهو كان باقي له كان صاير له شهرين بالسجن. قالت أبدا ما أقبل لازم تطلعه، وطلع فأرغم على أن يطلع من السجن بأمر من ملكة بريطانيا الله يعزها، ملكة بريطانيا الله يعزها، وطلعته من السجن وجابته إلى لندن وفتحت له فضائية وانطته مسجدها. بصراحة ما كنت أعلم أن لي هذا القدر عند ملكة بريطانيا، بصراحة ما كنت أدري. هسه إذا عندي هذا القدر أقلًا خلي تعطيني جنسية جواز على هذا الوضع. يا أخي سخافات أكاذيب، وأنا أتعجب كيف أنه الناس اللي قاعدين يعني يصدقون يعني. ما أدري الحالة الغنمية إلى أين؟ كذب هكذا، بهتان هكذا، أصلا من يصدقه؟ هسه يمكن لو قايل وزير الخارجية البريطاني رئيس الوزراء ممكن، أما الملكة شو تسوي الملكة؟ يعني هذا واحد لم يفقه حتى النظام السياسي البريطاني حتى يفهم أن ملكة بريطانيا لا تهش ولا تنش في هالقضايا، ما تتدخل أصلا في هالقضايا، ليس لها أصلا. الملكات الملكة، عجيب هذا الأمر. Welcome back. And while some protesters in the Rushdie affair have been burning effigies of the Queen of England, nominations can come from individuals, organisations, or from government departments.
And the candidates are then chosen by committees appointed by the government, but made up of independent experts in their field. Names then go first to the Prime Minister. After that, they go on to the Queen for approval. And very rarely, if ever, does she go against her Prime Minister's advice. عجيب هذا الاستحلال للكذب منهم. إشلون يكذبون؟ أنا أتذكر كم واحد يمكن أرسل مثلا من بعض الأخوة الأردنيين ما أدري الفلسطينيين كذا كان يرسلون عن طريق الإيميل طوال هاي السنوات وتصلني بعض هذه الرسائل أنه إحنا وضعنا المادي صعب ونفكر بالهجرة ونريد أن نهاجر كيف أنتوا استطعتوا الوصول إلى بريطانيا وتهاجرون فالآن صار أكو حل الحمد لله أنتوا سبوا عائشة وتجون ياخذوكم إلى بريطانيا يجون ياخذوكم الى بريطانيا لجوء انساني و750 باوند بالاسبوع يعني و وشقه امام الهايد بارك يعني زين هذا خوش فرصه طيب نجي من عالج نجي منقول طيب هذا الشيعي اللي فاتح تلفزيون مثلا بلندن هذا مسوياته من وين روحوا فتشوا على جماعتكم الانجليز والمخابرات البريطانية اللي عطيته فلوس وعطيته إقامة وعملت له تلفزيون ليعمل فتنة بين الشيعة والسنة احنا أول ناس نقترح هذا ونلتزم به نلتزم طبعا بحكي عن شيعة لبنان اللي بيطلع لي واحد بلندن مشغليدهم المخابرات البريطانية اللي هن أصحابكم ما لي شغل فيه أما هاي الفلوس كلها انسرقت وهاي مؤسسات يسموها مؤسسة الخوي مؤسسات استعمارية أنشأتها بريطانيا أول شيء في لندن بعدين أمريكا وباكستان وكلها حتى تفرق بين السنة والشيعة وتعمل الإنجليز والصدر فتاوى لصالح الإنجليز ولصالح الأمريكان كما حتى لصالح صدام صدرت فتاوى من السيستاني ومن غير السيستاني أيام ما كان بعده بالحكم لأن أبويا ما كان عندها هالقد ملايين ومليارات ربما تكون هاي الفلوس أصلها من الإنجليز والأمريكان حقيقة الإعلام النظامي الإيراني واقعا أساتذة في الكذب أساتذة إلى حد أنهم يعني يتتلمذ على يدهم إبليس واقعا في الكذب متفوقين على إبليس مو كلامي ترى كلام أئمتنا عليهم السلام حتى لا تقول مبالغة أسمعك هاي الرواية اللي أنت ما سامعها وتدوخ بيها هاي الرواية تجدونها في الكافي الشريف في المجلد الثامن الصفحة 211 بسنده عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه الله أكبر أكو أناس يسمون نفسهم شيعة أساتذة إبليس في الكذب أستاذ يعني الشيطان يحتاج إلى كذبه